السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. اتفضل. لكن أخذت القطع. الشيخ الله يحفظك، بالنسبة للدعاء في المثل بيكون قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ بعد الركوع. ما فيش أصلا دليل أصلا في المسألة، فكلما يقيس يعني لم يرد بسند ثابت أن النبي قنت في الوتر، ولم يرد أن النبي قنت أن هناك عفوا ما هو لم يرد أنه قنت، معناه لم يرد أنه بعد أو قبل الركوع، إنما هي أقيسة فقط. لكن علم الحسن بن علي كلمات يقولهن، وفي رواية يقولهن في الوتر فقط. السلام عليكم.